موجز الأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. بث الإعلام الحربي ما شهد مصورا لمشاركة ضباط وجنود من الجيش التركي مع الميليشيات الإرهابية في محاور القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة، حيث تحصلت عليها في هاتف أحد المقبوض عليهم من عناصر الميليشيات. هذا فيما قال الإعلام الحربي بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا ودعم الحشد الميليشيوي المعلن. وصل عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية ولتدريب أفراد الحشد الميليشيوي والمجموعات الإرهابية والمطلوبين دوليا المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا. تمكنت القوات المسلحة من صد هجوم شنته الميليشيات الإرهابية على كوبري مطار طرابلس العالمي في محاولة فاشلة منها للسيطرة عليه، هذا فيما كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذا فيما أكد الإعلام الحربي على أن كوبري المطار تحت السيطرة بالكامل، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تواصل مسيرتها نحو التقدم إلى طرابلس. أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي أن جماعات من الإخوان المسلمين صرفت ملايين الدينارات في حربها الإعلامية ضد الجيش الوطني وتعاونت مع شركات عالمية. وأشار المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة في إعجاز صحفي أن هناك غرفا مخصصة للحرب النفسية تصرف عليها أموال طائلة من خزينة الدولة الليبية، مضيفا أن الشخصيات التي تم استدعاؤها من قبل الإخوان الإرهابية لم يعد لها أي فعالية في الشارع الليبي وقد استهلكت إعلاميا. وصل طيران الميليشيات المتحالفة مع حكومة سقيرات في ضرب أو ضربات جوية على منازل المدنيين في منطقة قصر بن غشير، وأدت الضربات الجوية لإصابة عدد من البيوت وإحداث دمار جزئي بها، إضافة إلى إصابة عدد من السيارات. هذا ولم تشر المعلومات حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا جراء القصف. هذا فيما أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وأنه في انتظار معرفة ما أسفر عن القصف الهمجي الإجرامي الذي روع المدنيين الأمينين. نشر الإعلام الحربي جانبا من تدريبات التي تلقتها كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للرفع من كفاءتها القتالية. هذا فيما أكد الإعلام الحربي أن تخريج هذه الدفعات من الكليات العسكرية العربية العريقة يأتي للارتقاء بمستوى الأفراد في القوات المسلحة من الناحية العملية والقتالية باعتبارها ركيزة أساسية في المؤسسة العسكرية. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن هناك دولا تساعد في انتقال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. هذا فيما تساءل الجعفري خلال كلمته أمام مجلس الأمن كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك. وأضاف الجعفري لقد حذرنا من انتقال المقاتلين والإرهابيين إلى الدول المحيطة، متسائلا هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب. ختام الموجز مشاهدينا والمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث. شكرا مشاهدينا، يطيب المتابعة وفي أمان الله.